ثم الآن في ترتيب السور، سورة الإخلاص. سبب نزول هذه السورة أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة. تسمى بسورة الإخلاص لسببين والله أعلم. لأنها أخلصت في وصف الله، لا يوجد في هذه السورة قصص عن الأمم السابقة ولا أحكام، فيها توحيد فقط، ولهذا تسمى سورة الإخلاص لأنها أخلصت في وصف الله. وتسمى سورة الإخلاص لأنها تخلص قارئها من الشرك. إذا وسوس لك الشيطان في ذات الله سبحانه وتعالى، من العلاج قراءة هذه السورة يذهب عنك هذه الوساوس. تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. ما معنى هذا؟ الآن خرج إنسان واعتمر في رمضان، هذه العمرة في الأجر تعدل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اعتمر هذا الشيخ في رمضان وقال الحمد لله سقط عني حج الإسلام، يصح هذا؟ نقول لا، هذه العمرة تعدل في الجزاء لا في الإجزاء. صلى في قباء وقال الحمد لله هذا أجر عمر ولا أعتمر، نقول لا، تعدل في الجزاء لا في الإجزاء. قرأ هذا الأخ سورة الإخلاص 3 مرات في الصلاة ولم يقرأ الفاتحة في الصلاة، باطل. إذن تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. كيف تعدل ثلث القرآن؟ لأن القرآن فيه أشياء 3: خبر عن الله، وهذا لا تخلو منه آية كما ذكر ابن القيم، الثاني أحكام، والثالث قصص وأخبار عن الأمم السابقة وعن أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. فهذه السورة تعدل ثلث القرآن لأن فيها وصف لله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة في أول النهار في ركعتي الفجر، وفي سنة المغرب، وفي الوتر، وفي ركعتي الطواف، وفي أذكار الصباح والمساء مع المعوذتين. طيب، حيث يقول: قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصح توجيه الخطاب إليه، قل هو الله، وتقدم معنا المألوه المعبود محبة وتعظيم، أحد أي واحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. ولهذا نقول التوحيد هو إفراد، توحيد نوحد الله سبحانه وتعالى، نفرد الله بالربوبية وبالألوهية بالأسماء والصفات. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، ولا يمكن أن نلتجئ إلا إلى الله. إذا آمنت بأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الصمد، ما يمكن أن تلتجئ إلا إلى الله، لأنه هو الصمد، تصمد إلى الخلائق في حوائجها، والصمد المستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه. وكذلك قالوا الذي لا جوف له، وقالوا الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، كمل في ربوبيته، كمل في ألوهيته، كمل في أسماء وصفاته. هذه معاني الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. العبد الإنسان دائما بحاجة إلى الولد، والولد في الغالب يشبه الأب، والله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء. والوالد يريد ولد حتى إذا كبر ينفق عليه أو يساعده أو كذا، والله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد لكمال.
أحديته وصمديته وكمال غناه وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. نسبة الوالد أو الولد لله سبحانه وتعالى كفر أكبر مخرج من الملة. لم يلد ولم يولد لكمال أحديته وصمديته وكمال غناه سبحانه وتعالى، ولم يكن له مكافئ أو ند أو شبيه أو نظير أو مثيل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مكافئ أو مماثل لكماله سبحانه وتعالى.